أصابع الكابوريا أو أصابع السريم المجمدة بطعم الكابوريا. هنعملها النهاردة بطريقة سهلة جدا وطعم لذيذ جدا. أنصحكم تجربوا الأكلة الحلوة دي، أكلة جميلة جدا ومختلفة قوي. طبعا أصابع الكابوريا بتتاكل سندوتشات سواء في الفينو أو في العيش. أتمنى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم الوصفات الجديدة. أصابع السوريمي أو أصابع الكابوريا المجمدة بتيجي مغلفة بالشكل ده، هي مستوردة من الصين وطبعا بتكون مجمدة. مكونات أصابع الكابوريا هي لحم سمك السوريمي ونشا وبطاطس وكمان طعم الكابوريا، عشان كده بيسموها أصابع الكابوريا. وسعرها حلو جدا، الباكت ده بحوالي 20 جنيه، طبعا بيتفاوت سعره من مكان للتاني بس هي مش غالية خالص. وأصابع السوريمي أو أصابع الكابوريا من أكلات الشارع الكوري، بتتباع في الشوارع الكورية زي الفول والطعمية عندنا في مصر. أول حاجة هنعمل الخلطة اللي هنتبل بيها أصابع الكابوريا. هنجيب طبق عميق وهنحط فيه بيضة واحدة، وهنضيف على البيضة دي شوية مية صغيرين، مية عادية من الحنفية. بعد كده هنضيف التوابل، هنضيف عليهم نص معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الجنزبيل البودر ونص معلقة صغيرة من الثوم البودر، ما تحطوش بصل بودر خالص، وكمان نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود ونص معلقة صغيرة من البابريكا وكمان نص معلقة صغيرة من الكمون، وممكن كمان نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، وكمان ممكن ربع معلقة صغيرة من الشطة لو حابين. وهنقلب المكونات دي مع بعض كويس جدا. بعد كده هنضيف عليهم كوباية الدقيق ونقلب المكونات دي مع الدقيق. لو احتاجت لمية هنضيف مية، ولو ما احتاجتش ما بنضيفش. هي عموما قوامها بيبقى تقيل زي مثلا قوام عجينة الأرنبيط أو أتقل شوية. احنا عايزين القوام تقيل عشان اما نحط فيها أصابع الكابوريا العجينة دي تمسك فيها. بعد كده بنحطها في البقسماط، فالبقسماط يغلفها كويس، انما لو الخلطة دي خفيفة البقسماط مش هيمسك فيها. بعد كده هنفتح الكيس بتاع أصابع الكابوريا بالسكينة بالشكل ده، هي بتبقى بالشكل ده كده من جوه مغلفة بكيس بالشكل ده، بتشدوا الكيس كده بيتفتح على طول بمنتهى السهولة. بعد كده تحطوا أصابع الكابوريا في الخلطة اللي عملناها، هو متبرشم بس يعني مش متبرشم قوي، سهل جدا في الفتح. وكمان في طريقة تانية ان انتوا تضغطوا عليها من تحت كده بتطلع من الناحية التانية، لانه بيكون متبرشم من الجنب انما من فوق ومن تحت مفتوح. هنحط الكمية كلها في الخلطة ونقلبها كويس جدا. لازم كل واحدة من الوحدات دي تتغلف بالعجينة دي كويس. ممكن تسيبوها في التتبيلة دي ساعة وممكن تعملوها على طول. انا عملتها على طول، باخد وحداية وحداية من الاصابع الكابوريا دي واحطها في البقسماط. البقسماط ده بقسماط ناعم وفاتح مش غامق، هحط كذا وحداية كده واحط كده فوقها البقسماط واضغط عليها بايدي عشان البقسماط يغلفها كويس. الطريقة سهلة جدا، وهو البقسماط بيمسك فيها كويس جدا لاننا الخلطة بتاعتها او التتبيلة بتاعتها تقيلة، فالبقسماط بيمسك فيها كويس جدا ما تخافوش. بعد كده هنرصها في طبق وهندخلها الفريزر لمدة ساعة كاملة، وممكن كمان تحفظوها في الفريزر وتطلعوها وقت ما تحتاجوها. هنحمر أصابع الكابوريا في زيت سخن، يعني الزيت بنسخنه. بعد كده بنهدي حرارة الفرن أو درجة النار للنص،
بعد كده بنقلي الكابوريا في الزيت، وما نسحمش طاسة الزيت او حلة الزيت باصابع الكابوريا عشان ما تتهريش، وكمان عشان الخلطة اللي برة او الطبقة اللي برة ما تفكش من عليها. هنسيبها مش هنقلبها خالص، وبالذات ان الزيت غزير مغطيها، وهنسيبها تتحمر براحتها خالص. هي بتتحمر في زيت غزير، بس ممكن تقللوا كمية الزيت وتقلبوها وقت ما تتحمر من الناحية اللي تحت، وبنخرجها من الزيت اول ما توصل للون الذهبي الجميل ده. اصابع الكابوريا ما بتاخدش سوى خالص، مجرد ما الطبقة الخارجية تتحمر كده خلاص هي استوت. بعد ما نطلعها من الزيت هنحطها في مصفى تصفي الزيت الزيادة، وممكن كمان نحطها على ورق مطبخ او مناديل مطبخ. وده شكل اصابع الكابوريا او اصابع السوريمي النهائي، شكلها حلو جدا وكمان لذيذة جدا. هي بتتعمل سندوتشات في فينو او في عيش عادي خالص براحتكم، وممكن يتاكل جنبها كاتشب وممكن كمان طحينة. طعمها لذيذ جدا وبتدينا كمية كبيرة، هتعجبكم جدا وكمان هتعجب اولادكم جدا. ممكن تنفع كعشا وممكن كمان غدا، وسهلة وسريعة. اتمنى اصابع الكابوريا المقلية بالبقسماط تعجبكم وتجربوها. وبالهنا والشفا مقدما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.